السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبدا بيها اي حاجه. معلش يا جدعان، الفتره اللي فاتت دي الواحد ما كانش فاضي حرفيا يعمل اي حاجه حرفيا يعني، فانا بعتذر لكم جامد جدا جدا على التاخير ده. انا يعني منزل لكم فيديو كل 3 ايام والله العظيم، والدنيا كانت متروق عليها. واخر فيديو التحدي طبعا ده ما مش عارف اشكركم ازاي عليه، الحمد لله جايب 104 لايك سوت و1300 فيو. عاش والله، واستمروا عندكم احسن من كده كمان. طبعا بقى يا جدعان انا زهقان، قلت ما اطلع اكلمكم كده بقى كلمتين ونتكلم على طول بقى ونخش في الموضوع على طول من غير بقى انترو ومن غير اي حاجه حرفيا. ندخل على طول بقى، بما ان الدوري الانجليزي او المتعه كلها قادمه غدا على طول يوم الجمعه، هنتكلم بقى معاكم النهارده عن توقعاتي للدوري الانجليزي السنه دي، لان الدوري الانجليزي السنه دي هيبقى مولع نظرا للصفقات والاداء الفرق اللي قبل كده. طبعا احنا هنعمل نبني على توقعاتنا كده. ففي الصفقات طبعا مانشستر سيتي جايب الفاريس اللي جاب جون في اخر ماتش ليه في الدرع الخيريه واثبت وجوده عن هالاند في مانشستر سيتي، غير بقى ليفربول انه جايب نونيز ب 100 مليون واثبت نفسه، ومحمد صلاح كده يا جدعان لما خد حريه اللعب كده بسم الله ما شاء الله عليه كان جامد ورايق، وهتشوفوا موسم لمحمد صلاح جامد جدا ان شاء الله الموسم ده، وكلنا بنتوقع عليه موسم عالمي وموسم على الرايق كده زي ما بيقولوا. وطبعا بقى تاني الناس اللي جايبين صفقات او تاني فريق هم تشيلسي. تشيلسي برضو دك الصفقات، وطبعا الفريق الصاعد نوتنغهام فورست ده انا متوقع له كل حاجه، وان شاء الله تنزل بقى حلقه فانتازي للجوله الثانيه والثالثه. ان شاء الله هنعمل حلقه فانتازي لانها مهمه جامد جدا، والفانتازي بقى رجعت من جديد، والصراع بقى ونجيب مين ونعمل مين، ونشوف بقى تشكيلاتكم كده وتبعتوها لي على طول في تويتر او انستجرام يعني، هو وفيسبوك كمان تحت، اي حد عايز يبعت اي حاجه يوصل لي بس هناك وارد عليه على طول. فطبعا يا جدعان بقى تشيلسي برضو جاب صفقات كويسه، ومانشستر يونايتد توقع انها تنافس برضو، ولكن 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 احذروا من توتنهام. توتنهام وارسنال حرفيا جايين بصفقات ناريه، غير ان الصفقات دي يعني جابريال جيسوس اهوت اتحول من جابريال جيسوس يعني اتحول مره واحده بقى رونالدو البرازيلي وبيجيب بالسوبر هاتريك وبالهاتريك. فبالتالي ان ارسنال برضو عامله صفقات كويسه زي زين شيكو، ده مهم جدا في الفانتازي برضو زيه زي كانسيلو، دول كلهم لعيبه مهمه كده بالمره نتكلم يعني، دول لعيبه كده كده مهمه، وارنولد برضو موجود لازما في التشكيله عندك في الفانتازي ما يطلعش، الرجاله دول كده ثابتين ما يطلعش من زين شيكو طبعا، ارنولد وكانسيلو، واحد فيهم تجيبه وتثبته عندك كده في التشكيله لانهم بسم الله ما شاء الله بيعملوا كل حاجه حرفيا انت محتاجها في الفانتازي والله العظيم يعني. وطبعا محمد صلاح اول جوله معروفه يتكابتن، محمد صلاح على طول يتكابتن، واللي عايز يعمله تريبل كابتن يعمله كمان يعني عادي مش مشكله يعني، هيقعد معاك لانه اول جوله لازم يجيب اول هدف افتتاحي. فيا ترى يا رب نشوف ده كده في مباريات يوم السبت، واخيرا الكره الانجليزيه رجعت، واخيرا الدوري الانجليزي رجع. فبالتالي يا جدعان الدوري الانجليزي فيه منافسه شديده ومنافسه صعبه جدا، واقوى دوري في العالم زي ما قلنا كده بالصفقات اللي جابتها بكل حاجه حرفيا يعني. وانا اتوقع يا جدعان باللي احنا شفناه من إيريك تين هاج في الوديات يعني ان مانشستر يونايتد هيعمل حاجه، خصوصا بس في مشاكل دلوقتي بخصوص كريستيانو رونالدو اللي انا نفسي تتحل والله، وكريستيانو يشوف له فريق يعني. هو كريستيانو كل اللي طلع ده كان اشاعات طبعا، كريستيانو طلع كاتب قال اذا لم يتكلموا عني لن يجنوا المال، طبعا هو ده كريستيانو رونالدو اخباره بتتنقل في كل حته، ولكن انا اظن اللي هو هيتنيه في مانشستر يونايتد. وزي ما قلت لكم يا جدعان ان ريناتو سانشيز خلاص راح بي اس جي، وزود خط النص جمدان يا جدعان، ده مش كده مش هيبقى خط نص ده يا جدعان، ده ايه ده، ده فرقه لوحدها، ريناتو سانشيز جنبه فينالدوم جنبه فيراتي جنبه حتى هيريرا خطير، هو هداف الفريق اصلا يعني. فبالتالي ان باريس سان جيرمان جمد 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 يعني، وزي ما قلت لكم يعني ميلان يا عيني كان عايز ريناتو سانشيز، ولكن عندما يدخل بي اس جي تنتهي الصفقه للبي اس جي زي ما حصل مع ريال مدريد ومبابي والحوارات دي كلها. خلينا في موضوعنا وهو الدوري الانجليزي. فطبعا بقى انا اظن لو كريستيانو قعد في مانشستر يونايتد انا اتوقع ان شاء الله لمانشستر يونايتد موسم عالمي وموسم هيبقى كويس. وطبعا للاسف برضو ارسنال مهما تجيب وارسنال مهما تعمل لازم يحصل كده يجي عند كريستال بالاس ولا حاجه وقع على طول.
كمان في صفقه عالميه راحت لتشيلسي، جاليجر بفلوس صغيره قد كده اهوت وبيجيب نقط قد كده اهو في الفانتازي يا جدعان، فما تنسوش في التشكيله لانه حرفيا لما كان مع كريستال بالاس كان مولع الدنيا حرفيا يعني. ده غير ان الصفقات حرفيا تشيلسي ومانشستر سيتي والليفر وحتى اليونايتد اللي ما عملتش غير كام صفقه كده، مارتينيز وريسن وكام صفقه كده، هي صفقات جامده برضو وتادي وتلعب. وطبعا بقى ليفربول كالعاده يعني يجيب ناس مش معروفه، رمزي ده اللي في الدفاع ده مش معروف، ويتلعب سيميكاس عندك برضو في تشكيله رايق لو في غياب روبرتسون برضو جامد جدا يعني. فبالتالي ان الدوري الانجليزي زي ما احنا عارفين كلنا دوري تنافسي، وهنشوف احلى حاجه في الدوري التنافسي ده، وهنشوف ماتشات عالميه حتى والله العظيم ماتشات يا اخي ماتشات فولهام مع برايتون بس هتبقى احلى، او برونموث حتى هي هتبقى احلى. ايه التعبه والحلاوه دي اقسم بالله، احلى من ان انا اشوف ماتش واحد في الدوري المصري، لان حرفيا اللي بيحصل ده عك في الدوري المصري. ايه القرف ده يا جدعان، في ايه انتوا بتشربونا ايه؟ وطبعا والله يا جدعان انا بتاسف تاني في الفيديو بقول لكم معلش والله العظيم كان في ظروف بس منعتني ان انا اصور، فيعني الحمد لله اللي يعني على وجودكم طبعا يعني نطلع نفضفض كده مع بعض الكلمتين الجامدين اللي بنقولهم، ونشوف بقى يعني الدوري الانجليزي يا جدعان بدا يبدا بقى. ده انا اتخنقت بالله، اتخنقت يعني، هعيد الكلام تاني واقول ان انا اتخنقت. اخيرا هنشوف كره كويسه، اخيرا هنشوف رونالدو، هالاند، يعني صلاح، هاري كين، ريبيزيتش، يعني كل حاجه حرفيا هتبقى ممتعه، خاصه بقى انطونيو كونتي اللي ماسك لعيبته دقيقها هناك اهوت وبيجريهم الملعب من اوله لاخره وتدريبات حاميه. وهنشوف انا متوقع ان توتنهام شوف كانت في المركز الكام وانطونيو كونتي طلعها، لان انطونيو كونتي بيجي دايما بمشروع تجيب له اللعيبه اللي هو عايزها وجاب اللعيبه اللي هو عايزها. فانا اظن ان توتنهام هتعمل حاجه السنه دي، وبرده مش حاجه اللي هي تاخد الدوري الانجليزي مثلا يعني تنهي في التوب فور مثلا، يعني تنهي في التوب فور اكيد يعني بالصفقات دي، احنا بنتكلم بالصفقات والمدرب اللي معاه واسلوب اللعب. تمام يا جدعان تمام. حتى اقول لكم على حاجه، انا متوقع ان ايفرتون هتعمل حاجه الموسم ده مع لامبرد برضو، لان اللعيبه مشحونه بطاقه اللي هي ما هبطتش للدوري الانجليزي، واظن طبعا ايفرتون مش هتروح في التوب 6 حتى، لا هي هتنيها بس مش هيحصل فيها الموسم اللي حصل ده، ويا رب يعني كلها في الاخر توقعات وكل حاجه ربنا كاتبها تحصل. فانا مبدئيا كده بقول لكم اهوت ان شاء الله ده يحصل، يعني ان ليفربول ملك الضغط العالي وليفربول محمد صلاح وليفربول العالمي باليسون وترينت الكسندر ارنولد هياخد الدوري الانجليزي، وهيبقى بقى طبعا بفرق نقطتين ثلاثه عن مانشستر سيتي، لان ما اقدرش اقول اكتر من كده يعني. مانشستر سيتي عيب تبقى بعد الصفقات دي مركز ثالث حتى، ده ممكن يعني الابطال يعني بقول لكم اهوت ان ليفربول هياخد الدوري الانجليزي ان شاء الله، وبعده على طول هيبقى في المركز الثاني هيكون مانشستر سيتي، وطبعا في المركز الثالث هنا سنسكت قليلا وهقول توتنهام هتبقى في المركز الثالث. وللاسف برضو ارسنال بتعمل صفقات، وارسنال زي ما قلت لكم ارتيتا عامل معاه شغل كويس، ولكن بقى تيجي قدام في ماتش برونموث مثلا تضيع 3 نقط بكل سهوله فتنزل في المركز الخامس، فالمركز الرابع هيكون لك صدمه شويه يعني، ولكن تقبلوها ان شاء الله تحصل، يعني ان كريستيانو رونالدو لن يصعد تاني للدوري الاوروبي ومش هيلعب تاني في الدوري الاوروبي، وان شاء الله يعني هيكون طبعا المركز الرابع مانشستر يونايتد، فاول 4 مراكز اهوت تاني يا جدعان ليفربول مانشستر سيتي توتنهام وطبعا مانشستر يونايتد، وفي المركز الخامس هيكون طبعا ارسنال، وفي المركز السادس وستهام، لان وستهام حرفيا هي عقده ليفربول كانت الموسم اللي فاتت، وعقده فرق كتير، وتوتنهام عقده مانشستر سيتي، يعني توتنهام تكسب مانشستر سيتي رايحه جايه يعني، وما تعرفش تكسب مثلا كريستال بالاس عادي ولا فولهام ولا اي حاجه. ففي المركز الثالث السادس انا هقول وستهام، وفي المركز السابع وهو اخر حاجه هنهي بيها هيكون نوتنغهام فورست، الفريق العائد من دوري الدرجه الثانيه والفريق الحائز على دوريين ابطال والحائز على بطوله الدوري الانجليزي برضه بموسم ولا اروع. لو عايزين نتكلم عن موسم نوتنغهام فورست ده اكتبوا لي في الكومنتات تحت كده او فيديوهات كده في السريع قبل ما نبدا بقى تحليل ونرجع بقى تاني للورق والقلم والسبوره. فطبعا بقى ده كان كل كلامي عن الدوري الانجليزي، واسف كمان مره على التاخير يا جدعان، اعذروني يعني انتوا على راسي والله العظيم، خصوصا بعد الفيو العالمي ده. فان شاء الله الحلقه تعجبكم عن توقعاتي للدوري الانجليزي، واخيرا هنبدا الدوري الانجليزي، مش هقول اكتر من كده. فما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس توصل الفيديو ده بقى يا ريت ل 50 لايك، وانتوا قدوا وقدود، وتروح على تويتر بتاعك تعملوا فولو هناك، هتظهر حساباتي عندك اخر الفيديو واسيبها لكم في لينك الوصف، واستنوني في فيديوهات جديده واجدد. سلام.